دكتور عمار قنا من سيفاستوبول، أستاذ العلوم السياسية. سيد عمار، كيف تنظر إلى كل هذه التطورات اليوم وكل الوساطات؟ يعني من جهة هناك عملية عسكرية على الأرض، هناك عقوبات إن كان من الولايات المتحدة أو من الاتحاد الأوروبي، وأيضا هناك وساطات للتوصل إلى حلول. تحياتي سيدتي لك ولضيوفك الكرام. باعتقادي أنه لا شيء جديد، وحول يعني الوساطات وعند الحديث يعني عن الطرف الأوروبي وأنه يريد يعني حل سياسي أو حتى الولايات المتحدة، باعتقادي أن هذه يعني بعيدة عن الواقعية السياسية، وذلك أن اليوم يعني ما يجري من عملية عسكرية كما نراها يعني بالإدارة الروسية، نراها يعني منتظمة وتحدد الأهداف يعني المنشودة التي وضعت من أجل لها. فيما يتعلق يعني في المنظومة الغربية، نراها تتجه يعني إلى التصعيد وإمداء يعني ومد أمد هذه الأزمة، وذلك في محاولات يعني استنزاف للاقتصاد الروسي، الآلة العسكرية الروسية، وأيضا الاستنزاف السياسي. ما يجري الحديث عنه يعني حول تفاوضات، باعتقادي يعني هو فقط يعني حول المسألة أو الملف الإنساني والممرات الآمنة. اليوم يعني لا يوجد على الطاولة أي يعني مبادرة سياسية ممكن التوصل يعني من خلالها إلى حل سياسي. ولا ننسى يعني النقطة الجوهرية، وهي يعني ليست يعني الأطراف، يعني ليست أوكرانيا وروسيا هي من تضع هذه يعني المعادلة النهائية. باعتقادي أن طاولة المفاوضات يجب أن تكون يعني بين يعني واشنطن وموسكو. فلذلك يعني كل هذه التفاعلات التي نراها اليوم هي موجهة يعني ضمن أكثر من مربع أمني، يعني من خلال المنظومة السياسية الداخلية المتهالكة للأسف الشديد يعني الأوكرانية، ومن يعني ومن جهة أخرى تفعيل يعني العاطفة السياسية والآلة يعني الإعلامية التي يعني نراها تتمادى يعني يوما بعد يوم، وأيضا يعني من خلال الارتباك في إدارة يعني العقوبات، والتي يعني وصلت إلى حد باعتقادي ارتباك من قبل المنظومة الغربية. يعني هذه العقوبات والتي بدأت تؤدي باعتقادي يعني النتائج العكسية بالنسبة للمجتمع يعني الروسي، وبات يعني ينظر إليها أنها ليست موجهة للنظام السياسي، بل هي موجهة له نفسه كمواطن لثقافته. اليوم يعني مفهوم الروسوفوبيا بدأ يفعل يعني في المنظومة الغربية يعني بشكل واضح جدا، وهذه المسألة يعني تعتبر من الأساسيات يعني للمواطن أو للإنسان يعني الروسي، فهو يشعر أنه فعلا قد ظلم يعني في كل هذه الممارسات، وهذا يعني ما يجعله يتجه إلى التكاتف يعني والتأييد من جديد مع الإدارة السياسية ومع الرئيس بوتين. فلذلك اليوم يعني لا نرى شيء جديد في المعادلة الدولية، الكل في حالة يعني حالة انتظار للتداعيات الاقتصادية ولإضعاف الموقف يعني الموقف التفاوضي الروسي للمعادلات القادمة. دكتور عمار، يعني تحدثت بداية عن العقوبات وقلت أنها تؤثر على المواطن الروسي كذلك، ولكن تابعنا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تركيز أيضا على المقربين من الرئيس بوتين. الآن هناك عقوبات أوروبية على غازبروم وغيرها من الشركات الروسية، يعني ألا تعتقد أنه ذلك أيضا سيؤثر على الاقتصاد الروسي، لأنه الجانب الأوروبي والجانب الأمريكي يتحدثون عن انهيار لهذا الاقتصاد؟ سيدتي، أي عقوبات يعني اقتصادية مما لا شك فيه يعني ستؤثر، ولكن نحن أمام يعني حالة غير مسبوقة يعني في التاريخ السياسي الحديث، يعني وهي أن المعاقب يعني يتأثر أكثر من المعاقب. لا ننسى أن هناك يعني أن روسيا هي تحت العقوبات الاقتصادية منذ عام 2014، وكانت التوقعات يعني لزيادة هذه العقوبات منذ تلك الفترة. لكن حتى الرئيس بوتين قال بأنه لم يتوقع أن تكون بهذه القسوة. سيدتي، ممكن يعني أن يقول، ولكن يعني القسوة باعتقادي هو يعني ليس عن المسألة الاقتصادية، ولكن عن الأمور يعني الثقافية والرياضية، ممكن هذا معناه. ولكن يعني خلال هذه الفترة تم خلق يعني آليات وأدوات للتعاطي يعني والتعامل مع العقوبات أولا، وثانيا يعني تعزيز الاقتصاد القومي والتوجه إلى الموارد الداخلية. ولا ننسى منذ تلك الفترة تدريجيا يعني منذ عام 2014 بدأ تقليص
التعامل يعني في الدولار يعني الأمريكي من جهة، وهناك أيضا يعني لا ننسى تجربة يعني باعتقادي أنها مثالية يعني كانت لروسيا، وهي من خلال يعني جائحة كورونا، حيث يعني الإغلاق، واستطاعت يعني روسيا من خلال يعني هذه الأدوات أن تتعاطى مع هذه مع التداعيات الاقتصادية لهذه الجائحة وتطوير يعني الاقتصاد الداخلي. هذا من جهة. واليوم يعني نحن في عالم يختلف عما كان يعني قبل 10 أو 15 عاما. اليوم هناك أسواق بديلة، هناك أطراف جيو اقتصادية جديدة، لا يمكن اختزال يعني المنظومة الدولية فقط في المنظومة الغربية. التوجه نحو يعني التبادل التجاري بالعملات المحلية لم يكن مطروحا قبل 10 سنوات، ولكنه الآن هو يفعل. حتى المنظومات يعني المالية هناك البديل، وبدأت يعني حتى في على سبيل المثال خلال الأيام يعني الماضية بدأت الناس يعني تستخدم في الحسابات يعني البنكية، تفتح حسابات باليوان الصيني. فإذا يعني لا يمكن لاقتصاد مثل اقتصاد روسيا يعني أن ينهار في بهذا الشكل الذين يريدون أن يعني يرونه. فلذلك اليوم يعني التوجه وتحدي يعني تحدي قائم وصعب، ولكن لا ننسى أن يعني روسيا من الدول الأولى في العالم في تصدير الطاقة، المواد الغذائية، كل ارتدادات العقوبات الاقتصادية سترتد على المنظومة الدولية بالكامل. ونحن لغاية الآن لم نسمع من روسيا العقوبات الاقتصادية. هذه العقوبات التي يعني اليوم أصدرت باعتقادي أنها سياسية معنوية لا أكثر ولا أقل، ولكن يعني روسيا تتروى في هذه المسألة. وحول يعني ملف الطاقة منذ البداية يعني قالتها القيادة الروسية أننا يعني لن نسيس يعني ملفات الطاقة أو الملفات الاقتصادية، ولكن رأينا التسييس يعني منذ عهد ترامب وحتى أوباما حول يعني مشروع السيل الشمالي 2. فلذلك يعني الكل سيعاني، ولكن يعني من سيعاني أولا والكم يعني كم المعاناة. وهنا في عجالة سيدتي الكريمة باعتقادي يعني أن اليوم يعني بدأنا نرى يعني التناقضات ما بين النخب السياسية والاقتصادية في المنظومة الأوروبية، وسنرى تحركات في الشارع يعني ضد الوضع الاقتصادي والنقطة. ولكن حتى الساعة دكتور عمار الكل في الدول الأوروبية يدعم ما تقوم به دول الاتحاد، لأنه النظر كله ينصب على المعاناة الإنسانية في هذا الإطار.